وتكتشف بنت عليه الأعراض تم نهار الزوج. راه ملي كنقولوا فترة الحضانة هي فترة الحضانة. فترة الحضانة هاد السيد راه عنده الفيروس قبل من 29. لا ما بانش في المطار، إلا ما عندكش سخانة ما كتحبش في المطار ما غيبان عليك والو. كنتأكدوها بأنه راه فترة الحضانة كيجي الفيروس كيبقى يمكن يبقى حتى 14 يوم عاد تبدا تبان عليك الأعراض الأولى وغادي تدوز في المطار في هذيك 14 يوم ما عندك والو. بالفعل هذاك الشيء اللي كنقول. فإذا المراقبة على الحدود راه عندها واحد ليميت، عندها واحد الحدودية، هي هذه الحدودية ديالها. أنه على الأقل بعدا هذوك اللي داخلين مرات عندنا حدود كبيرة أننا كنكتشفوهم في المطار. بالنسبة لتعليق الرحلات كنعاود نأكد هذه بحال تجمعات ديال 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 لي غاسومبلومون دو ماس. هذا قرار كتحكم فيه ماشي وزارة الصحة وحدها ولكن لجنة القيادة الوطنية هي اللي كتحكم في هادشي طبقا للمعطيات العلمية اللي كتقدمها وزارة الصحة. علما بأن هذا القرار اللي اتخذته الخطوط الملكية الجوية راه اتخذته ماشي كاعتبار للمسائل الصحية، راه اعتبارات المسائل أخرى لأنه ما دخلش فيها الصحة، لأن البلاد ديالنا ما خداتش كقرار صحي أنه تمنع الرحلات من الدولة اللي فيها الآن إذا تلقات الرحلات فاحنا ما عندناش مشكل لأنه الناس اللي كانوا كيجيو من الصين راه بقاو كيجيو، إذا ما جاش في رحلة مباشرة راه كيجي في رحلة غير مباشرة، غيجي من شنغهاي ولا من بكين غيدوز لمطار آخر وغادي يجي. هذاك الشيء علاش درنا ديك الورقة في الطيارة كيعمروها والإخوان في الشرطة كيشوفوا شكون اللي انطلق من بلاد اللي فيها الفيروس منتشر. هذاك الشيء علاش درنا هذه المسألة هذه ومازال غادي تبقى دابا لحد الآن حتى هذوك اللي كيجيو من إيطاليا ولا كيجيو من كوريا ولا كيجيو من إيران ولا كيجيو من الصين راه مازال كنعرفوهم بسهولة في المطارات وفي الموانئ وكنديروا لهم قياس الحرارة باش إلا كانوا مرات في هذيك الساعات كيتعرفوا. ما إلا ما كانوش مرات في هذيك الساعات راه كنعطيوهم ديك الكتيب اللي فيه ذاك الرقم وكنحسوهم ها أعراض المرض مجرد ما يبان عليك المرض أشنو خصك دير وهذا تمشي تتصل وقول للطبيب ديالك بلي راه كنتي مصاب. شكرا.